لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فبقي من المنصوبات المضارع بعد ناصب، أي ومما ينصب الفعل المضارع إذا سبق بناصب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت والمضارع بعد ناصب، وهو لن أو كي المصدرية مطلقا، وإذا إن صدرت وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا أو بعد أن المصدرية، نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، إن لم تسبق بعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان، نحو وحسبوا ألا تكون فتنة. هذا هو متن الأصل الكتاب. قال في الشرح: وأقول هذا النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشر. ذكر قبل ذلك 14 نوعا من المنصوبات، وهذا هو المكمل لها، وهو الفعل المضارع التالي ناصبا. يبقى متى ينصب الفعل المضارع؟ إذا تلي ناصبا، يعني إذا جاء بعد ناصب، أو إذا سبق بناصب. قال: والنواصب أربعة، يعني الحروف التي تنصب المضارع أربعة، عدها لن وكي وإذا وأن. لن وكي وإذا وأن. فأما لن، يعني عد الحروف الأربعة مجملة، أن، لن وكي وإذا وأن، ثم بدأ يفصل. فعندنا حروف تنصب المضارع بلا شروط، وحروف تنصب المضارع بشروط. فبدأ بذكر لن لأنها تنصب المضارع بالإجماع، أي بإجماع أهل اللغة أنها تنصب المضارع مطلقا، أي بلا شروط. وهو سيذكر أنه قدمها على غيرها لذلك، كأن سؤالا يطرح: لماذا قدم ابن هشام هذا الحرف على غيره من الحروف التي تنصب المضارع؟ فيكون الجواب: لأن لن تنصب المضارع بغير شروط، تنصبه مطلقا، ولذلك قال: فإنها حرف بالإجماع، يعني لا خلاف في حرفيتها، وهي بسيطة، يعني ليست مركبة. كلمة بسيطة هنا ضدها المركب، فهل هي مركبة من حرفين بمعنى أن لن هذه كانت لا مثلا وصارت لن، أو كانت لن نافية
وعن الناصبة فصارت لن، لا، هو حرف مكون من حرفين اللام والنون، وهي بسيطة خلافا للخليل، الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين المشهور إمام في اللغة، للخليل في زعمه أنها مركبة من لا النافية وأن الناصبة. يعني طبعا عندما يقول المؤلف في زعمه كذا، هذا تضعيف لقول الخليل بن أحمد، أو يعني كأن المؤلف لا يوافق الخليل بن أحمد في أن لن هي لا أن، كانت حرفين ثم صارت حرفا إيه واحدا. وليست نونها مبدلة، ليست نونها مبدلة من ألف خلافا للفراء في زعمه أن أصلها لا. الفراء هذا عالم من علماء اللغة يزعم أن لن أصلها لا، وأبدلت الألف نونا فصارت لن. إذا الذي يرجحه ابن هشام أن لن حرف بالإجماع، وهي بسيطة وليست مركبة، وهي دالة على نفي المستقبل. يبقى لو طرحنا سؤالا، على ما تدل لن؟ تدل على نفي المستقبل. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذا نفي لقدرتهم على أن يأتوا بمثل القرآن في المستقبل، وهي دالة على نفي المستقبل. طب ما عملها؟ تعمل النصب دائما في المضارع، ولذلك قال وعاملة النصب دائما، بخلاف غيرها من الثلاثة، فلهذا قدمتها عليها في الذكر. يعني أحيانا كي تعمل وأحيانا لا تعمل، وسيذكر هذا عندما تتوفر فيها شروط نصبها المضارع تنصب. وقد توجد جملة فيها كي والمضارع بعدها مرفوع، وكذلك إذن وأن، لكن لن تعمل دائما النصب في المضارع. يبقى لو سئلت لماذا قدم ابن هشام لن على غيرها من الحروف الناصبة للمضارع؟ لأنها تعمل دائما، تعمل دائما خلافا لغيرها الذي يعمل إذا وجدت شروط عمله، ويهمل إذا لم توجد شروط عمله. قال الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلن نبرح، ما وجه الاستشهاد بهذا الجزء من الآية؟ أن الفعل نبرح مضارع، وقد تلي لن الناصبة فهو منصوب. أعرب الفعل نبرح، فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لن نبرح. وقال تعالى فلن أبرح الأرض مثله، وقال تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، لن يقدر، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وأن
في هاتين الآيتين مخففة من الثقيلة. قد درسنا إن وأخواتها، وقلنا إن أن قد تخفف فتصير أن، وفي هذه الحالة يكون اسمها محذوفا، وأصلها أنه، يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، المعنى أيحسب أنه لن يقدر عليه أحد. وقوله تعالى أيحسب الإنسان ألن، لاحظ أن ألن هذه مكتوبة همزة القط المفتوحة ثم لام مشددة، لأن نون أن الساكنة أضغمت في لام لن فصارت ألن. أن هذه قبل الإضغام أن، ما نوعها؟ حرف ناسخ، وهي أن المخففة من الثقيلة، واسمها محذوف تقديره أنه، وليست الناصبة. عندنا أن المصدرية التي تنصب المضارع، وسيأتي الكلام عليها في آخر الحروف. أتذكر وهو يعد الحروف؟ قال لن وكي وإذا وأن. ليست هذه الناصبة للمضارع، لماذا؟ قال لأن أن لو كانت ناصبة، لو كانت حرف نصب، فكيف دخل على حرف نصب آخر؟ لن حرف نصب. يقول لأن الناصب لا يدخل على الناصب، يعني حرف نصب لا يدخل على حرف نصب، وهذا الذي جعلنا نقول أن أن هذه خففت فصارت أن، واسمها محذوف تقديره أنه. لقد انتهى الكلام على لن. وأما كي فشرطها أن تكون مصدرية لا تعليلية. إذن يفهم من هذا أن كي قد تكون مصدرية وقد تكون تعليلية، ويتعين ذلك في نحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فاللام في لكي حرف جر دلت على التعليل، وكي مصدرية بمنزلة أن، فالمعنى لئلا يكون على المؤمنين حرج، يبقى كي هنا بمعنى أن المصدرية. هل المعنى يستقيم؟ المعنى يستقيم ولا لا يستقيم؟ زوجناكها، أو لكي، يبقى احذف كي وضع مكانها أن المصدرية، يصير المعنى لي أن، يعني من أجل أن لا يكون على المؤمنين حرج، يبقى كي هنا بمعنى أن المصدرية.
هل تصلح كي هنا تعليلية؟ لا، لأن كي التعليلية حرف جر، إذن اللام حرف جر وكي التعليلية حرف جر، فهل يدخل الجار على الجار؟ كما قلنا لا يدخل الناصب على إيه؟ على الناصب، كذلك لا يدخل الجار على إيه؟ على الجار. إذن كي هنا تعليلية، ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو جئتك كي أن تكرمني. هل هذه مصدرية؟ لا، ليست مصدرية، وإذا لم تكن مصدرية فهي إيه؟ تعليلية، بمعنى إيه؟ بمعنى اللام. فجئتك كي أن تكرمني، المعنى جئتك لأن تكرمني. طيب ما الذي يجعلنا نقول إنها هنا تعليلية وليست مصدرية؟ عندك أن المصدرية، فإذ لا يدخل الحرف المصدري لو اعتبرنا كي مصدرية على مثله اللي هو أن المصدرية، ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر، إنما يجوز للشاعر عندما يقول العلماء هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر، يعني لو وقع في الشعر فهو ضرورة شعرية، ألجأت الشاعر لهذا الاستخدام محافظة على الوزن أو القافية. أما النثر فليست فيه قيود الوزن والقافية، ومن هنا لا يجوز للكاتب الذي يكتب نثرا أن يستعمل هذا الاستعمال، كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. فلاحظ هنا استعمال كلمة كي بعدها أن والفعل المضارع المنصوب تغرى. قال ولا يجوز في النثر خلافا للكوفيين. الشاهد فيه قوله كيما أن تغرى، حيث أدخل كي على أن فلزم اعتبار كي حرفا دالا على التعليل، واعتبار أن مصدرية ناصبة، ولا يجوز اعتبار كي مصدرية لئلا يتوالى حرفان بمعنى واحد وهو غير مرضي على ما سنعرفه قريبا. يبقى كأن المؤلف ذكر أن كي قد تكون مصدرية وقد تكون تعليلية، وقد تأتي في جملة فتحتمل المصدرية أو التعليلية. فإذا لكي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون مصدرية، كقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وضابطها أن تسبق بلام التعليلية، تسبق باللام التعليلية لكي. إذن هنا تكون مصدرية حتى لا يجتمع حرفان للتعليل يدخل أحدهما على الإيه؟ على الآخر، حتى لا تدخل اللام التعليلية على كي التعليلية. إذن إذا جاءت معها اللام في مثل قوله تعالى لكي لا يكون،
نقول اللام حرف جر، وكي هنا مصدرية بمعنى أن، هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فعلى العكس، تكون تعليلية في حالتين: الأولى إذا وقعت بعدها أن المصدرية في اللفظ، نحو قولك جئت كي أن تكرمني، فكي لو اعتبرناها مصدرية فأن حرف مصدري، فكيف يدخل حرف مصدري على مثله؟ إذن لابد من اعتبار كي هنا تعليلية. وقلنا هذا الاستعمال إنما يستعمل في الشعر ضرورة، ولا يجوز مثله في النثر. وإنما تعينت كي في هذه الحالة للتعليل، لأننا لو لم نعتبرها تعليلية للزم اعتبارها مصدرية، في حين أن أن التي بعدها مصدرية فيلزم توالي حرفين بمعنى واحد، وهذا لا يجوز. الحالة الثانية التي تكون فيها كي تعليلية، إذا وقعت بعدها لام التعليل، نحو قولك جئت كي لأقرأ، جئت كي لأقرأ، فهنا سوف تعتبر كي حرف تعليل، لأنك إذا لم تعتبرها، لو لم تعتبرها تعليلية للزم أن تعتبرها مصدرية. عندنا كي إما أن تكون تعليلية وإما أن تكون مصدرية. طيب لو قلنا إن كي في قولك جئت كي لأقرأ، لو قلت إنها ليست تعليلية إذن هي مصدرية، إذن ستنصب المضارع بنفسها. طيب الحروف الناصبة من العوامل الضعيفة التي لا تقوى على العمل مع الفصل بينها وبين معمولها، يعني سوف تكون كي جئت كي لأقرأ، فصلت اللام الجارة بين كي الناصبة المصدرية وبين الفعل. كي تنصب المضارع بلا فاصل، ضعيفة في النصب، فما بالك لو فصلت اللام بينها وبين بينها وبين الفعل. وها هنا قد فصل بين كي والمضارع باللام، فهذا الذي ألجأنا إلى قبول أن تكون كي هنا تعليلية. هذه هي الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة، أن تحتمل كي في الجملة المصدرية والتعليلية، إذن لن تذكر اللام قبلها، لأنها لو ذكرت اللام قبلها لصارت لو اللام قبل كي تصير كي احنا اللام حرف تعليل وجر، يبقى لصارت مصدرية، يبقى احنا مش عايزين، يعني لا نريد قبلها لاما حتى لا تكون مصدرية. وكذلك ايضا لا نريد بعدها لاما، لانها لو ذكرت اللام بعدها لكانت تعليلية، لا قبلها لام ولا بعدها لام. ولم يذكر بعدها أن، جئتك كي أن تكرمني، فلا يذكر بعدها أن. فلو قلت
جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، هل يمكن أن تعتبرها تعليلية بمعنى جئت لأتعلم؟ يجوز؟ نعم يمكن. وهل يمكن أن تعتبرها مصدرية بمعنى جئت أن أتعلم أو جئت لأن أتعلم؟ نعم يمكن اعتبارها مصدرية، وحينئذ تقدر اللام قبلها فيكون المعنى جئت لكي أتعلم. ومن هنا تعلم أن كي قد تكون مصدرية فقط أو تكون تعليلية فقط، وقد تأتي في جملة فتحتمل أن تكون تعليلية أو تكون مصدرية. على كل حال هذا في الكلام على كي. وتقول جئت كي تكرمني، فتحتمل كي أن تكون تعليلية جارة. والفعل بعدها منصوبا بأن محذوفة، فتعرب هذه الجملة هكذا: جئت، هذا فعل ماض بني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. كي حرف تعليل وجر. إذن ما الذي نصب تكرما؟ ما الذي نصب تكرما؟ أن مصدرية محذوفة، وأصل الكلام جئت كي أن تكرمني. تكرما فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، تكرم أنت. والنون حرف للوقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب ماذا؟ مفعول به، في محل نصب مفعول به. طيب كي حرف جر وتعليل، ما الذي جره هذا الحرف؟ جر المصدر المؤول من أن المحذوفة مع الفعل تكرم، وأصل الكلام جئت كي أو لإكرامي، فكي هنا بمعنى إيه؟ اللام، فتجر المصدر المؤول، فتقول والمصدر المؤول من أن والمضارع في محل جر باللام. فتحتمل كي أن تكون تعليلية جارة والفعل بعدها منصوبا بأن محذوفة، وأن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية. طبعا لو كانت مصدرية بمعنى أن، هتقدر أنت قبلها إيه؟ لاما، يعني جئت لكي تكرمني. إذن في هذه الحالة الفعل منصوب بماذا؟ بها، منصوب بكي، فالفعل منصوب هي مصدرية ناصبة وقبلها لام، لام جر مقدرة. يبقى ما شرط كي حتى تنصب المضارع؟ أن تكون مصدرية. كيف تعرف أنها مصدرية؟
أن تسبق بإيه؟ باللام، أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. فأما لفظا فالآية شاهد عليه لكي لا يكون، اللام هنا ملفوظة حرف موجود صحيح؟ لكي اللام قبل كي. أو تقديرا في الجملة التي احتملنا فيها أن تكون مصدرية عندما قلنا جئت كي تكرمني، قلنا قد تكون تعليلية فيكون النصب بأن محذوفة، وقد تكون مصدرية فتكون هي الناصبة، لكن في هذه الحالة تقدر، تقدر إيه؟ لامن قبلها، لامن قبلها. إذن كيف تعرف أنها مصدرية؟ أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. وقولي مطلقا راجع إلى لن، هو في المتن هنا قال بعد ناصب وهو لن أو كي المصدرية مطلقا، فمطلقا هذه ترجع إلى إيه؟ إلى لن، وإلى كي المصدرية، فإن النصب لا يتخلف عنهما. يعني إذا كانت لن سابقة للمضارع، وإذا كانت هناك كي المصدرية التي تعرفنا عليها، يبقى هاتان الكلمتان أو هذان الحرفان ينصبان المضارع مطلقا. ولما كانت كي تنقسم إلى ناصبة وهي المصدرية، وغير ناصبة وهي التعليلية، أخرتها عن لن. يعني هذا من دقة المؤلف رحمه الله، يقول لك لماذا رتبت حروف نصب المضارع هذا الترتيب. قلنا لن وكي المصدرية، طب لماذا لم تقدم كي على لن؟ نقول إن لن تنصب مطلقا، كي لها حالتان أو ثلاث حالات كما بينا، حالة تكون فيها تعليلية، حالة تكون فيها مصدرية، حالة يحتمل أن تكون مصدرية أو تكون إيه؟ تعليلية. فأيتها ستنصب المضارع؟ تعليلية، المصدرية. إذن المصدرية التي إيه؟ تنصب. ولذلك لما كان فيها احتمال أخرها عن لن. يعني هذا تعليل منطقي، لماذا أخرت كي عن لن في الذكر. وبهذا نكون قد انتهينا من حرفين من الحروف التي تنصب المضارع، لن مطلقة، وكي إذا كانت إيه؟ مصدرية. كيف تعرف أنها مصدرية؟ مسبوقة باللام، أو يمكن تقدير إيه؟ اللام قبلها. وأما إذن هذا هو الحرف الثالث من الحروف التي تنصب المضارع، وأما إذن فللنصب بها ثلاثة شروط حتى تنصب المضارع بعدها، يلزم ثلاثة شروط. الأول قال أحدها أن تكون مصدرة، ومعنى مصدرة أي في صدر الكلام، في صدر الكلام يعني في أول الكلام. يقول لك جلس الأمير في صدر المجلس، ما معنى قولهم هذا؟ أي جلس في أول المجلس. وإذا تتصدر الكلام
أي تأتي في أوله، فلا تعمل شيئا في نحو قولك أنا إذا أكرمك. أعرب أكرمه مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قد يشتبه هذا على بعض الطلاب فيقول أليس الفعل قد سبق بإذا وهو حرف ينصب المضارع؟ كيف تجيب على هذا الإشكال؟ نقول إن إذا تنصب المضارع إذا تصدرت، ولكن هذه الجملة تصدر فيها الضمير، تصدر فيها الضمير. إذن الفعل هنا مرفوع وعلامة رفع الضمة. لماذا لم تعمل إذن في قولك أنا إذن أكرمك؟ لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر. أين المبتدأ؟ الضمير أنا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. وأين الخبر؟ جملته إيه؟ أكرمك، وليست صدرا. قال الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. لاحظ أن هذا الشاهد فيه إذن، والفعل أقيل هنا مرفوع، الفعل هنا مرفوع. لماذا رفع الفعل بعد إذن؟ لأنها لم تتصدر. لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها، لو قال إذن لا أقيلها لنصب ليه الفعل، لكنه قال وأمكنني منها إذن لا أقيلها فرفع الفعل. لا لأنها فصلت عن الفعل، لأن فصلها بلا يعني بلا النافية مغتفر كما يأتي إن شاء الله. ستعرف أنه يمكن أن تعمل إذا فصل بينها وبين الإيه؟ الفعل بفاصل. ابن هشام هيحدد الفاصل دلوقتي، وإن كان بعض العلماء بيطلق هذا الفصل، لكن دعونا أولا نفهم الشرط الأول. ما الشرط الأول في إعمال إذن في نصب المضارع؟ أن تتصدر. إذن هذا حرف جواب على كلام على كلام سابق. يعني لو قلت أنا أذاكر جيدا، أقول لك إذن تتفوق. يبقى إذن تتفوق هذا جواب على كلام سابق، تصدرت فيه إذن فالفعل تتفوق مضارع منصوب في الشرط الأول. والثاني أيوة الشرط الثاني من شروط إعمال إذن في نصب المضارع أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. يعني عندما قلت أنا أذاكر جيدا فأجبتك إذن تتفوق، هذا التفوق سيحدث متى؟ في المستقبل. فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذن تصدق، ما الحركة على القاف؟ ضمة. أليس قولك إذن تصدق جوابا على كلام سابق تصدرت فيه إذن؟ نعم. فلماذا لم ينصب الفعل المضارع تصدق؟ لأن الفعل تصدق هنا دل الحال على أنه دل على الماضي وليس على
المستقبل. الرجل حدثك بحديث هو فيه صادق، كأنك قلت صدقتك، صدقتك. فإذا تصدق هذا مضارع مرفوع، لأن الفعل دل على المضي ولم يدل على الاستقبال، لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال، وأنت تريد الحال فتدافع. يا معذرة، يعني إذا تصدق الفعل هنا دل على الحال، دل على الحال. يعني إذا تصدق الآن، أنت دلوقتي بقيت عندي إيه؟ عندي صادق، يبقى هو هنا دل على الحال، ونحن نريد الفعل يدل على الاستقبال. والشرط الثالث أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا النافية. يعني إذن بعدها المضارع مباشرة، أو إذن بعدها لا النافية أو القسم، ينتصب المضارع إيه؟ بعدها. ولاحظ أنه حدد الفاصل بين الفعل وبين إذن بأحد أمرين، إما أن يكون الفاصل هو لا النافية أو الإيه؟ أو القسم. طبعا ليس هذا يعني إيه؟ رأي جمهور النحاة، وإنما هناك من النحاة من يوسع هذه المسألة ويجعل الفاصل غير لا النافية والقسم. ننظر، يقول كقولك إذا أكرمك. هل الشروط الثلاثة موجودة في قولك إذا أكرمك؟ تقول أزورك اليوم عشاء، أنت تقول إيه بقى؟ كيف ترد؟ تقول إذا أكرمك، إذا أكرمك. ما الشرط الأول؟ أن تتصدر إذا. فهل تصدرت؟ نعم. الشرط الثاني أن يكون الفعل دالا على المستقبل. نعم، أكرمك عندما تزورني في العشاء أو في العشاء أكرمك، يبقى هذا مستقبل. الشرط الثالث ألا يفصل بين إذا والفعل، وهنا ليس هناك فاصل بين إذا وبين الفعل. لكن ماذا لو كان هناك فاصل؟ نقول ما الفاصل؟ ما الذي سيفصل؟ لو كان الفاصل لا النافية يجوز، مثل نقول لو رجعنا إلى الشاهد رقم 44 بعد 100، يقول لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. هو قال لك لماذا لم ينصب الفعل أقيل؟ لعدم التصدر. هل عدم النصب هنا لوجود فاصل؟ لماذا؟ هذا فاصل لكنه لا إيه؟ النافية، لا النافية. إذن لو قال لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها إذن لا أقيلها لكان إيه؟ صحيحا، لأن لا النافية إذا فصلت بين إذن وبين الفعل لا تمنع الإيه؟ لم تمنع النصب، لا تمنع النصب. لأنك تقول فالأول كقولك إذن أكرمك، والثاني نحو إذن والله أكرمك، هذا فصل به بالقسم.
وقول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. إذن حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والواو حرف قسم وجر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولفظ الجلالة مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة، ونرمي مضارع منصوب بإذن مع وجود الفاصل، لأن الفاصل إيه؟ قسم، لأن الفاصل قسم، منصوب بفتحة ظاهرة نرمية مع أنه معتل الآخر بالياء، لأن المعتل الآخر بالياء تظهر عليه الفتحة، وفاعله مستتر وجوبا تقديره نحن، وضمير الغائبين هم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والشاهد يعني معرب في حاشية الكتاب، لكن لو جئنا بهذا البيت وقلنا لك ما الشاهد فيه، هذا سؤال من أسئلة الامتحان، ما الشاهد في البيت؟ تقول إذن نصبت الفعل المضارع مع وجود فاصل وهو القسم، وهذا جائز. والثالث نحو إذن لا أفعل، إذن لا أفعل، فالشاهد في هذا المثال أن إذن نصبت الفعل أفعل مع وجود فاصل وهو لا النافية، فلو فصل بغير ذلك لم يجز العمل. عند مين؟ عند ابن هشام، كقولك إذن يا زيد أكرمك، طبعا هو المحقق هنا بيقول وبعض النحاة وسع ذلك، فلو فصلت بظرف أو بجار ومجرور فعند أو بنداء فعندهم يجوز النصب، كأن تقول إذن أمام الأستاذ أكرمك، أو إذن في البيت أكرمك، عندهم يجوز النصب لو فصلنا بشبه جملة جار ومجرور أو بإيه أو بظرف. المؤلف إذن قصر الفصل على لا النافية والقسم، أما غيره فأجاز أن يفصل بين إذن والفعل بجار ومجرور وظرف، كقولك إذن أمام الأستاذ أكرمك، أو إذن أمام البيت أكرمك، أو إذن في البيت أكرمك. وجوز أيضا بعضهم الفصل بالنداء أو الدعاء، كقولك إذن يا محمد أكرمك، وكقولك إذن غفر الله لك أكرمك. وجوز الكسائي وهشام الفصل بمفعول المضارع، يعني يأتي المفعول قبل الفعل، فنحو قولك إذن صديقك أكرم، هذا المثال فيه إذن، وأصل الكلام إذن أكرم صديقك، لو كان الكلام إذن أكرم
صديقك بغير فصل، فهذا يجري على القاعدة الأصلية أن إذن تنصب المضارع. لكن أكرم أنا صديقك هذا مفعول به، قدم المفعول فيفصل بين إذن وبين الفعل، فجوزوا أيضا هذا. المحقق يقول: والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من عدم اغتفار الفصل إلا في الحالتين اللتين ذكرهما خير مما ذهب إليه هؤلاء جميعا. طب لماذا؟ قال: إذ لم يسمع عن العرب الذين يحتج بكلامهم إعمال إذن مع الفصل بشيء مما ذكروه. على هذا يكون رأي ابن هشام أرجح وأقوى في أن الفصل بلا النافية والقسم. وأما أن هذا هو الحرف الرابع، يبقى نعيد عد الحروف الناصبة للمضارع: لن وكي المصدرية. يعني إذا قلت لن فهذه لا تحتاج إلى تقييد، لن مطلقا، وإذا قلت كي هل تحتاج إلى تقييد أم لا تحتاج إلى تقييد؟ تحتاج، لأن عندنا كي التعليلية وكي المصدرية، تقول كي المصدرية، ولن وكي المصدرية تنصبان المضارع مطلقا. وإذا بشروط ثلاثة ذكرت، وأن التي سيبدأ الحديث عنها. قال: ألا تكون مخففة من الثقيلة. طب كيف تعرف أو كيف تفرق بين أن التي تنصب المضارع وبين أن التي هي مخففة من الثقيلة؟ المخففة من الثقيلة تابعة، يعني مسبوقة بعلم أو ظن نزل منزلة العلم. مثال ما اجتمع فيه الشرطان قوله، نقولنا الشرط الأول أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة، وأن تكون مخففة من الثقيلة. قال الله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلاحظ أن هنا تليها مضارع، وهو يغفر، وأنها نصبت الفعل المضارع، لأن أن هنا مصدرية، والمعنى والذي أطمع غفران خطيئتي، فهذه مصدرية فليست زائدة ولا مفسرة، وليست مخففة من الثقيلة لأنها لم تسبق بعلم أو بظن قام مقام أو نزل منزلة العلم. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، فهذا مضارع منصوب، يتوب منصوب بأن المصدرية. ومثال من تفي عنه الشرط الأول قولك: كتبت إليه أن يفعل، فأن هنا مفسرة، فهو يريد أن يقول كتبت إليه، كتبت إليه، فالسامع لا يعرف معنى، ما معنى أنك كتبت إليه، فكأنه قال أي يفعل، فيبقى أن هنا مفسرة. قال: إذا أردت بأن معنى أي، يعني أن، إذا أردت بأن معنى أي، فيكون المعنى كتبت إليه أي يفعل،
يبقى أن هنا مفسرة لما قبلها. فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت، فلا موضع لها ولا لما دخلت عليه، ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي. يعني لو قلت مثلا كتبت إليه أي يفعل، فيفعل هنا مرفوع بعد أي، فكذلك يرتفع أيضا بعد أن التي بمعنى إيه؟ بمعنى أي. مثال آخر، لأنني أشعر أن هذا المثال غير مفهوم. يعني لو قلت صرعته فقد تقصد صرعته يعني ألقيت على الإيه؟ على الأرض، وقد تقصد صرعته بمعنى قتلته. فأنا أقول لك لقد صارعني فصرعته، فمن تحدثه لا يعرف ما معنى قولك صرعته، هل قتلته أم ألقيته عليه على الأرض. فقلت صرعته أي ألقيته على الأرض مثلا، يبقى أي هنا تفسير لإيه؟ لما قبل. لو حذفنا أي وجئنا بأن بعدها مضارع، فقلنا يصرعه أن يقتله، فيقول لك ما تقولش أن يقتل بالنصب، وإنما قول يصرعه أن يقتله. يبقى أن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أي. ما نوعها؟ مفسرة، جاءت مفسرة. فهنا هو ضرب مثال بقوله كتبت إليه أن يفعل، يبقى كتبت إليه أي يفعل. يقول ولا يجوز لك أن تنصب كما ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي. فإن قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصبها. يعني لو المعنى لو كتبت إليه أن يفعل هذا صحيح، وكتبت إليه أن يفعل هذا صحيح، لكن المعنى يختلف. قولك كتبت إليه أن يفعل هذا معناه كتبت إليه، ثم تريد تفسير قولك كتبت إليه فتقول أي يفعل. فإن قلت كتبت إليه أن يفعل فالمعنى كتبت إليه بأن يفعل، يعني كتبت إليه بالفعل، يبقى هنا الفعل المضارع منصوب بأن الإيه؟ المصدرية. وإنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط. ونرجئ الحديث عن شروط أن المفسرة وبقية مسائل أن الناصبة للفعل المضارع إلى درسنا القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.